اما هلا ليلى بننتقل لموضوع بهم كل الصبايا والسيدات اللي عم يتابعونا وكنا عم نحكي تحت الهواء انا وياكي، قديش يمكن كلياتنا بننطر فصل الصيف، الموضه بفصل الصيف بتكون مختلفه، الالوان الجريئه، الاطلاله بتكون فعليا فيها قصص ممكن نركز عليها بشكل مختلف بعيدا عن الشتاء، فخلينا نحكي عن الموضه بفصل الصيف، كيف فعليا اليوم فينا نختار موضه جميله بتناسب فعليا كل الاذواق، ومع الالوان الجريئه كيف فينا ننسق اطلالتنا اليومية. صحيح نور، يعني فصل الصيف هي من الفصول المحببة بالنسبة لي، فصل الفرفشة والألوان الجميلة، لكن دائما ببداية فصل الصيف تشوفي الألوان اللي بيقولوا لها الضايجة، هي الألوان القوية. صحيح القوية هي حلوة، بس أحيانا كثير من الصبايا ما بيعرفوا كيف يلبقوا الألوان أو بيحتاروا كيف يلبقوا الألوان مع بعضهم، أحيانا هذا اللون ممكن ما يناسب البشرة. لنحكي عن الأزياء، معنا مصممة الأزياء رانيا أنبوشي، سورية حاصلة على الجنسية الكندية. حبت تكون معنا اليوم، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي، انبسطت بوجودكم معي. بنحكي على الالوان، هي الالوان دارجه البيربل كثير، الاخضر، الاصفر، وهي بتجتمع مع طاقه الانسان، انه كل واحد وكيف طاقته، كيف حابب الحياه، لانه الوان جريئه والوان زاهيه والوان بتجيبك السعاده لانه صيف يعني. بس على حسب الالوان والتون تبع الجسم كيف بيلبق. سو دائما انه انت البيضه مثلا ما بيلبق لها، في الوان ما بيلبق لها، بدك دائما انه تطلع الغامق شوي، ما تكون فاتح كثير. الذهبي مثلا ما حلو ابدا على البيضه، السمراء اكثر. فهي الالوان بتلعب دور بين التون الجسم، اللون والبشره، هي طاقتها كيف. في الوان، في نساء يعني هي قويه جريئه، هاي الاشياء كثير بتلعب دور بالالوان. صحيح. انت شو على بالك، مودك اليوم تلبسي كثير فاتح ولايت ويكون مودك كثير حلو، وسمتايمز مودك لا بتحبي الغامق، بتحبي الشيء اللي يكون كلوز شوي. عم نشوف بعض من الصور والتصاميم والالوان معك رانيا. نحن بنعرف انه الصيف مرتبط بالجرأه والالوان، وكل سنه بيكون في لون مميز لهيدا الصيف، وفي الوان عم تحسيها عم ترجع بقوه. اذا بنحكي عن الوان الصيف اليوم، شو هي اكثر الالوان اليوم عم نحسها موضه، وكيف فينا نلبقها مع البشرات؟ يعني مثل ما قلتي يمكن في مثلا ممكن يكون مثلا الاخضر اليوم هو موضه، ممكن يكون البينك هو موضه، بس ممكن البشرات تلبق لهي الالوان. في درجات معينه، مثلا البيضه مثلا بيلبق لها الاخضر، بيلبق لها تنسق معهم مثلا الاورنج كمان حلو عليها للبيضه. شو اكثر الالوان اليوم هلا الموضه؟ قلت سبق وحكينا الابيض كثير من الالوان اللي كثير يعني يعطي تفاؤل هذا اللون. بس هلا مثلا الميكس بالالوان، يعني البيربل مع الاخضر مع الاورنج، الميكس بالالوان الجريئه ما كنا نشوفه قبل. ايه هلا عم نشوفه، هلا عم نرجع نشوف هاي الالوان، لانه عم تعطي نظره كثير كثير يعني واو على اللبس، بتحسي فيه تاتش مميز انت لابسه، ما بقى في انه نفس الشكل انت عم تطلعي او نفس الساك او نفس الشوز، هذا كله بيلعب دور بالثياب يعني باطلاله المراه. هلا اطلاله الانوثه طاغيه بهذا الوقت. خلينا نحكي شوي، دائما بنلاحظ انه الموضات القديمه يكون عندنا مثلا قطعه قديمه خلصت موضتها راحت، احيانا بتضل او اهالي بيقولوا احتفظوا فيها رح ترجع بعد فتره تدرس، شو سبب انه عم ترجع الموضات القديمه؟ لانه سمبل اكثر. بنلاحظ هلا هالفترات كل الاميرات الملكات، صح، ان كان بالميك اب نو ميك اب، ميك اب نو ميك اب، حتى الدريس صار سمبل نفس القديم، لانه هلا كل ما انت كنت بسيطه باطلالتك كل ما بتعطي انوثه اكثر وجماليه اكثر، وبتوضحي لحالك يعني انت بتحطي ثقتك باطلالتك البسيطه. مش دائما يعني شغلات الاوفر او انه كثير التارتر مثلا او سمثينج من هذا النوع، انه انت عم تعطي شيء انه لتميزي حالك، لا، البساطه هي بتميز حالها، وانت
بحضورك انت يعني. صحيح. رامي عم تحكي كثير عن التفاصيل وعن يمكن تفاصيل الشخص قديش بتعكس جماليه القطع، هيدا بيتدخل، هيدا فينا نقول يمكن من خلال تصميمك لقطع الازياء. كيف اليوم انت بتحبي تصممي القطع، تفاصيلها تعكسيه؟ بتشوفي الشخصيه اول، بتحكي معها بتشوفي هي شو بتحب، وروحك انت كمان بتضيفيها على هيدا التصميم 100%. انا بحب اقعد مع الشخص اللي انا حابب اني انا لبسها. وبتعرفي فستان السهره لازم دائما يكون مميز للشخص. يعني اذا شفت المراه جريئه على جرأتها انا بعمل الفستان. على القياديه بعمل لها الفستان. بتحسيها حنونه وطيوبه، ويعني على هالكاركتر انا بعمل الفستان وبضيف انا بقى اللمسه اللي انا بدي اضيفها. طب احيانا بيكون ما في حاله معينه انه انت هيك انه حابه تفصلي قطعه او تصممي قطعه انه ما انا معينه، انت هيك بتكوني مفكر في مثلا جو مناسب لإلك، او هيك فجاه انه بيجي على بالك انك طلع معك تصميم هي القطعه؟ هلا بدنا نحكي انه اكثر المصممين بيجيبوا ابتكارات خلال سفرهم، خلال تحضري معارض، تشوفي تحف، رسمات، هي كلها بتعطي ابداع للتصميم. لانه انت المصمم ما انه هي خياليه بس. صحيح. التصميم هو تشوفي الشيء وعلى هذا الاساس تعملي منه ابتكار. يعني عندنا مثلا الهوت كوتور والكوتور، الهوت كوتور هو باللغه الفرنسيه الازياء الراقيه. يعني هي المبتكره بانوثتها، كيف ابتكار الفابريك تبعها، انه انت مانك جايبه قطعه وتلبسيها بس انه تخيطيها، لا فقط. صحيح. انت بدك تجيبي قطعه وتحطي ميزتك فيها خلال الفينيشينج، قطعه الخياطه، هي كلها بتاثر بحسها انا بالتصميم. طيب كيف تغذي مخيلتك اليوم؟ يعني اليوم عم نشوف كثير مصممين ازياء شباب، عم نشوف اطلالات مختلفه، انت كيف تعتمدي؟ لانه انا من خلال تغذيه مخيلتي مثل ما قلتي، يمكن الاطلاع على ثقافات اخرى، من خلال يمكن حضور معارض ازياء اخرى، كيف تشتغلي على مخيلتك بطريقه انه بشكل دائم يكون في عندك بصمتك الخاصه كرانيا؟ انا بحب البساطه وباخذ التصميم. نحن انا عايشه بدبي، سو افري ويك يعني في فاشن شو. صحيح. هيدا الوقت انت بتحضري اكثر من مصمم عالميا، حتى عربيا، هذا الشيء كثير بيساعد انه انت تبتكري اكثر وتطلعي اكثر. وقلت لك بحكم السفر، فهذا انه انا بحب روح زور اشياء. مين بتحبي اكثر شيء من المصممين العرب والعالميين؟ يعني أنا في عرب كثير. أنا بحب إلي صعب كثير وعالميين يعني. هلا إلي صعب عالمي وعربي بنفس الوقت. فرانكي هي من الملهمات تبعي، بحب إن شاء الله بنشوف اسمك بالعالمية قريبا. ثانك يو ثانك يو حياتي. هلا حكينا إنه بتشوفي معارض بتحضري، أحيانا بيجي لعندك صبايا أو سيدة عندها مثلا موديل معين حابة تصممي لها، بس أنت حسيتي إنه لا اللون اللي هي طالبته إنه مناسب لإلها أو الموديل التصميم اللي هي طالبته، كيف بتتعاملي مع هذا الموضوع؟ يعني كيف تحاولي إنه تغيري لرأيها مثلا بهذا الموضوع؟ الثقة فيي، هي جاية واثقة فيي أوريدي، سو بقنعها بأسلوبك يلي بيلبق. المرة دائما بتحب انه تظهر الشيء، بس في سام تايمز ما بيعرفوا يظهروا الشيء حلو فيهم ويحبوا الاشياء اللي فيهم. بتحسي في ترند؟ يعني مثلا تلاقي في ناس بدها تعمل مثلا هيدا الفستان مثل الفنانه الشهيره او مثل فلانه، او احيانا ما بيكون بيلبق لها. احيانا انا بحكيها انه انت جسمك غير جسمها، انت لونك غير لونها، ما بيلبق لك يعني هادلنا. لازم انه بيلبق لك هيدا الشكل اكثر. انت وقت تقتنع المراه، يعني وقت تثق بالشخص اللي عم بيعمل لها الفستان تقتنع المرأة. أنا الحمد لله ولا ثاقبت ولا مرة إنه إن شاء الله عطول رجعني حدا وقال لي لا. إن شاء الله عطول. تحكي لنا شوي عن شغلك، عملك إيمت بلشتي فيه؟ يعني أول مرة هيك فكرتي إنك تصممي أول قطعة؟ أنا عن جديد خلصت جامعة. بوجه تحية كبيرة كثير لأستاذي يعني سعيد العمري. حبيت الفاشن وأنا كثير من زمان بحب. بلشت هلا عن جديد وان شاء الله الانطلاق قريب. كيف فينا نقول هوايه يعني؟ هو ستيب باي ستيب كل شيء احلى. بحب انا هيك يعني.
بس كان من الطفوله يعني لما اقول هلا يعني كنتي انت وصغيره بتحبي نحن بنعرف مثلا الباربي وتيابون هدول القصص اللي كنا كلياتنا كل شيء انت من زمان يعني لو طولتي بالفترات بس حبيتي تطبقيه لو بعدين واجا الوقت هو كل شيء بوقته يعني مثل ما قلنا هوايه ايه فانا بحبها لانه هوايتي وبحب الثياب يعني بحب هي ما في امراه ما بتحب الازياء ايه بحب الفاشن بحب الشيء الغريب يعني التاتش الغريب بحبه بحب الرسم طب شو هي امنياتك او احلامك بالمستقبل يعني كمصممه ازياء بتطمحي ان شاء الله بنشوفك على مستوى الوطن العربي والعالم بس بنشوف دائما مصممين ازياء مثلا بحبوا يكون كمان عندهم خط خاص فيهم براند خاص فيهم شو احلامك او طموحاتك بالمستقبل انا حطيت النيم تبعي اكيد وبتمنى ان شاء الله يعني انا كثير مبسوطه انه ببلدي مفتخره انه اول لقاء انه معكم احنا سعيدين فيك أكيد جدا اكيد كثير مبسوطه بهذا الشيء وانه الواحد يمثل بلده برا يعني هذا الشيء كثير انا بحب يكون ان شاء الله عالميا يعني نتمنى ان شاء الله يا رب اكيد خلينا نرجع نحكي شوي عن الالوان حكيتي انه البشرات البيضاء شو بيلبق لها خلينا نحكي عن السمر شوي الالوان مثلا انا شفت لون كثير حبيته بس ممكن ما يكون بيلبق لي سمراء اغلبيه الالوان الفاتحه بتلبق لها الغامق لا ما بتلبق لها سمرة لا ما بيلبق الالوان للسمرة يعني في بس على البرونز على الذهبي السمر على السمرة احلى من على البيضة والالوان الفاتحة اكيد على السمرة كثير حتطلع حلوة يعني احلى من الالوان الضاجة طبعا أكيد كنا سعيدين بوجودك مصممة الازياء رانيا الانبوشي نتمنى لك التوفيق ان شاء الله يا رب هيك نستضيفك بحلقات قادمة يكون في عندك انجازات مهمة على الصعيد المهني ان شاء الله التوفيق لك بالتوفيق ان شاء الله وشكرا لحضورك معنا صباح